السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم معي في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم حريشات اللي كيجيو ولداد بزاف. نبداو على بركه الله في المقادير. غادي نحتاجو ان شاء الله لهاد الحريشات ديالنا. عندنا نص كيلو تاع السميده رقيقه، كتجي في هذا الشكل بحال هكذا، سميده رقيقه بزاف. عندنا كاس ما بين الزيت نباتية والزبدة، عندنا معلقة ديال السنيدة كبيرة، عندنا شوية الملحة، عندنا الزيتون أسود، عندنا الهريسة، معلقة الهريسة حسب الذوق، كل واحد اللي كيبغي كترة ولي كيبغي يدرها غير ما يديرهاش ما يديرهاش، واللي بغي يدير شوية يديرو. عندنا شوية ديال الزعتر، عندنا علبة ديال الطون، عندنا خميرة من فئة 8 غرام، وعندنا الماء دافي اللي غنخلطوا به. هادو هما المقادير البنات اللي غنحتاجو في هاد الحريشات. نبداو على بركة الله في الطريقة. نبداو على بركة الله. عندنا السميدة غنضيفو معلقة ديال السنيدة، غنضيفو شوية الملحة، شوية الزعتر، غنضيفو الزبدة، الزبدة مع الزيت هادي نجيو نحاولو بحالا كنحربلوها شوية بصبعنا حتى كنجمعوها. من بعد غادي نضيفو الخميرة، شوية الهريسة، الزيتون، غنضيفو الطون، عاد نزيدو نخلطو هاد المقادير كلها. من بعد غنزيدو شوية الماء إلا حتاجينا، شوية تاع الماء دافي باش كنجمعوها مزيان فاش نحتاجو، كنزيدو غير شوية بشوية حتى كنحصلوا على عجينة مزيانة. غنزيد شوية الماء ونبقى كنشوف، كنبقى غادي عيني ميزاني حتى كتجمع ليا. اللي ما بغاش البنات الحار ما يديروش الحار، كيبقى حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحرور وكاين اللي ما كيبغيش. صافي، ملي كنجمعوها ملي كنحسو بها تجمعات كتجينا بحال هكذا، كتجمع لينا في يدينا باش نكونو منها كويرات اللي غادي نطيبوهم في المقلة. غنطيبوها في المقلة البنات، ما غنديروهاش في الفران، هادي ما كدارش في الفران، كطيبيه في المقلة. صافي، ونتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات، بديت كنطيبهم، غنديرهم بهذه الطريقة هكذا في السيركل. هذا كيعطينا نفس القياس باش كيبقاو عندنا طيبين في نفس القياس. حاولوا ناخذوا، انا ما بقيتش هذيك اللعيبه اللي كندير بها، اللي كان سميتو غندير غير بالكاس. غنبقاو على هذا الشكل حتى كنصايبو هاد الحريشات كلهم اللي عندنا. من بعد ما كتسكر المقلاة البنات كتنقصو البوطة، كتردو كترجعو البوطة الاخر، كديروها مهيلة باش كيطيبو على خاطرهم.
غادي نبقاو هكذا حتى كنصايبو الكويرات كلهم اللي عندنا نشدو لهم نفس القياس ونخليهم حتى كيطيبو نقلبوهم على الجهه الاخرى وكنعاودو نبقاو كنطيبو فيهم غير بشويه بشويه حتى كيطيبو لينا مزيان من الداخل ونتلاقى بكم ان شاء الله. البنات الحريشات ديالنا فاش كيطيبوا كيف كتشوفوا غادي نقلبوهم كيجيو هاد هانتوما البنات قلبوها بهذه الطريقه شفتي البنات كيف تقلب كيف كتولي قلبوا هادي حتى هي كيطيبوا البنات زعما فاش كيطيبوا كيولوا ساهلين تحكمي فيهم هانتوما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا وجدناهم انا قدمتهم بهذا الشكل نتمنى البنات يعجبوكم وتجربوهم ما تنساوش تدعموا القناه بلي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم الجديد السلام عليكم.